يا صباح الإشراق، وأهلا بكل مشاهدي الستات على النهار. يومكم زي الفل، ويا هلا بمفيدة. يا صباح الفل عليك يا سوير، واحنا الاثنين متقامين ابيض، ودي صدفه بحته ما كناش متفقين عليها. ابيض في ذهبي، ابيض في ذهبي، ابيض في ذهبي. تحياتنا لحضراتكم، صباحكم بيضحك ان شاء الله. يومكم ابيض وزي الفل، ودايما ايامكم حلوه، و في احساس كده عند كل الاباء ان هم مهضوم حقهم. يعني عيد الام في احتفاء بعيد الام، وفي استعدادات وفي تحضيرات، لكن عيد الاب حرام بيمر كده محدش بينتبه ليه. لكن هو بالصدفه امبارح مفيده طلع ترند، ناس كتير على السوشيال ميديا كتبوا معايدات للاباء، وطبعا دعوات لكل الاباء اللي رحلوا نقرا لهم الفاتحه، ده اقل شيء. لكن حصل لخبطه، ان اللي احنا نعرفه ان هو 21 يونيو، لكن ايه اللي خلاه 18؟ هو اتغير ولا ايه؟ يوم الاب انت عارف ان هو في العالم بيختلف من يوم ليوم، يعني هو في نفس اليوم في اغلب الدول العربيه، وفي مصر المفروض يوم 21 يونيو، وفي اغلب دول العالم هو يوم الحد اللي فات يعني 3 يونيو، واللي هو بعض البلاد التانية الأول من سبتمبر يعني، وفي سويسرا وليتوانيا في تواريخ تانية، يعني كل 5 يونيو أعتقد. لكن كل بلد بيحتفلوا بإيه، في أمريكا اللاتينية 19 مارس مثلا، لكن في كل الأحوال هم بيحتفلوا بعيد الأب أيا مكان يوم الأب في البلد اللي أي حد موجود فيها. فأنت طبعًا إحساسك إيه بعيد الأب؟ هو يعني أنا ما خدش بالي عشان ببقى صريحة، مش عشان حاجة، يعني يمكن وفاة والدي ما خلتنيش أبقى مركزة في عيد الأب، بس سمحوني إن أنا أقول لكل أب كل سنة وأنت طيب، وربنا يديك الصحة ويخليك لأولادك. ولو إحنا اتكلمنا ليه إحنا بنحتفل أكتر بعيد الأم، أو ليه حاسين بوجود عيد الأم أكتر من الأب، يمكن ده في العالم كله العادات والتقاليد بتاعتنا، يمكن الام قريبه جدا من ولادها، هما بيحتكوا بيها يوميا بشكل مستمر، هي عارفه ادق التفاصيل في حياتهم، هي عارفه هما فين وبيعملوا ايه ودلوقتي مع مين. فيمكن الاحساس بتاع ان الست دي بتستحمل مننا كتير احساسنا احنا يعني ضميريا، فده بيخلينا دايما فاكرين الام وفكره العيد عيدها دايما نبقى عايزين نراضيها. الاب ما لا يقل حبا في حياه الولاد، لكن انشغاله شغله ان هو بيشوف الامور من بره دايما، فدايما لا هو اعتياد، هو مش ثقافة، لكن يعني كل عيد أب وكل الآباء الداعمين الرائعين العاطفيين العادلين اللي بيدوا ولادهم من نفسهم وعمرهم واهتمامهم وحبهم وكل شيء كل سنة وانتوا طيبين. ولكن عيد الأب هو موجود من زمان جدا جدا، أنا فاكرة وأنا صغيرة جدا كنت بعرف عيد الأب، وكنت بجيب لأبويا هدية في عيد الأب علشان أنا عارفة، بس وقتها بقى ولا كان في سوشيال ميديا ولا حاجة، فما كانش حد منتبه لفكرة عيد الأب، لكن أنا كان عندي عادة معرفش هي كويسة ولا وحشة، القراية، فكنت عارفة إن يوم كذا هو يوم عيد الأب. أنا عايزة أقول لك على حاجة تانية، يوم عيد الأم كنت بجيب له هو كمان، أو كنا بنجمع إخواتي ونجيب له هو كمان هدية في عيد الأم علشان ما يحسش إن يعني في تفرقة أو إن إحنا منحازين إلى الأم أكتر، ربنا يرحمهم جميعا. إيه اللي تفتكريه؟ لا أنا حقيقي ما كنتش بجيب هدية لا في عيد الأب ولا في عيد الأم لأبويا، لأن أنا صريحة ما كنتش أعرف أصلا إن في عيد أب في الوقت ده. بس هو الأب نفسه حالة، يعني هو زي ما الأم مش محتاجة عيد الأب مش محتاج عيد، لكن الأم محتاجة شوية إن هي تدلع، نظرا زي ما أنا قلت بتبقى شايلة هموم أكتر شوية، أو إحنا ضميرنا بيأنبنا عشان إحنا دايما بنضغط على الأم، إحنا قريبين منها نقدر نيجي عليها شوية، فهي ده اللي بسبب بيخلينا ده انطباعي إن إحنا نقدر نجيب لها ليه. لكن لو أنت سألتيني عن بمناسبة عيد الأب إيه اللي أنا أفتكره، إيه اللي أنت ما تنسوش
والله انا زي ما من انا قلت مواقف قبل كده في لوالدك. اكتر من مره، ابويا كان راجل عظيم، ولكن اكتر حاجه كنت لسه بكلمك قبل ما اطلع الهوا، اكتر حاجه انا مفتقداها وبفتكرها دايما 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 لما بفتكره، فكره ان هو كان انسان معلمنا اهميه المناسبات والاحتفال بيها. يعني كان دايما محسسنا نستنى ايه علشان احنا هنتجمع، العيد الكبير عشان نذبح ونوزع اللحمة ونروح نزور اهالينا، العيد الصغير علشان نعمل الكحك ونتجمع كل اسرته باخواته في بيت حد وينزلوا يعملوا الكحك، ما كناش بنشتري الكحك، كنا بنعمل البيت الكحك في البيت. شم النسيم، فكره الملانه ونجيب الالوان ونجيب البيض ويسلقه ونقعد في البلكونه كلنا انا واخواتي وهو، ونحط الطبق الالوان ونقعد البيضه تتلون في الاحمر، ولا انا عايز اعملها احمر واصفر، طب انت جربي الفكرة دي. فكرة عيد النيو يير، وفكرة ان احنا كنا كأسرة مصرية عادية جدا ما كناش بنسهر بره والكلام ده، لا كنا بنجيب البرتقال واليوستفندي واللب الابيض واللب الاسمر، وكان ساعتها في التلفزيون كان في حفلة ملكات الجمال ونقعد نتفرج، وساعات كانوا يقول لك النهارده اكسترا في ماجايفر، لا ده النهارده في اخترنا لك زي. هو عودنا الاحتفال بالمناسبات بطريقة عائلية بحتة. يعني هذا ما يعني بجد 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 افتقده، ودايما كل ما افتكر ليه وهو كان بيعلمنا ده كنت الله يرحمه، شيء لا يعوض. يعني لو انت افتكرتي دلوقتي تحني للتجميعة، تحني للكحك، تحني كل حاجة كنت تحني فيها، تحني لما يجي يقرر انه الاسماعيليه. عمركم رحتوا الاسماعيليه؟ كانوا يقول لك عمركم رحتوا؟ كنا زمان بقى واحنا صغيرين، لا يلا بينا هنروح نتفرج على الاسماعيليه، يلا هنروح نشوف طابه، يلا هنروح مراقيه، يلا. الفكره بتاعت ان هو كان شخص يجمع العيله بشكل مختلف، بس هو ده يعني شخص غير حاجات تانية كتير. شخص محب للحياه، مش محب، بيعلم ولاده ما هو محب للحياه، فهو الاحتفاء بكل المظاهر الحلوه في الحياه واهميه وجود العيله في هذا الاحتفاء. يعني انا هو كان ممكن يخرج مع اصحابه، هو كان ممكن ياخد ماما ويسافروا، احنا عندنا القدره، لكن هو دايما كان بيزرع فينا فكره اللمة ان الظهر والسند في الحقيقه هو ان انتي واخواتك او احنا والعيله بتاعتنا نفضل في المناسبات الحلوه مع بعض، ودي الحاجه اللي دلوقتي هي سندانة. يعني انتي دلوقتي انا وانتوا اسره مترابطه، مترابطه، وفي نفس الوقت انتي فاكره ذكريات حلوه لما تقعدي تحكيها لبنتك، ولا لما ربنا يرزقني بحبيبي اقول لك لا انا جربت كذا وعملت كذا وكان عندنا كذا، وزي ما بحكي لك البيض الملون، الفسيخ، رغم انه ما كانش بياكله كان بياكل رنجه، كان يقعد يعني احنا الملانه، انا عمري ما كنت ممكن اتوقع ان لازم شم النسيم يبقى فيها ملانه، دي من ابويا، فلا طبعا الله يرحمه هو. الف رحمه الملانه ده جزء خضره، خضره طبعا مكوره كده زي عشان الحمص، هو الحمص، الحمص بس هو الحمص اخضر. شم النسيم لازم الملانه، الملانه ده والحمص اساسي الاخضر في البيوت. انا والدي الله يرحمه كان، بصوا هو كل الاباء عند كل الاهالي او عند كل البنات هو اب عظيم، وخاصه عند البنت بالذات بيبقى الاب طبعا هو الشخص العظيم الرائع المثالي في الحياه. والجيل بتاعنا ده كلنا كان عند، ابهات ايوه عظماء بالظبط، بجد كلنا كان حقيقي يعني. عندنا كده، الا فيما نظر دي مش الحاله الطبيعيه ان تشوف ناس قصات القلوب، وما كانتش دي كانت موجوده اعتقد، اللي هو بيرمي ولاده او لكن في الطبيعي ده كان النموذج الطبيعي، ان كل بنت كانت بتشوف الاب هو النموذج والفارس والسند وكل الحاجات. انا والدي اصلا شرقاوي، فكان راجل كريم جدا، فهو يعني علمنا الكرم، وان الكرم على اللي ما نعرفوش قبل اللي نعرفه، وعلى الانسان البسيط قبل اي مستوى تاني، ان احنا من باب اولى ان احنا يبقى حاضرين بالعطاء وبجبر الخاطر وبالكرم ايا مكان نوع هذا الكرم للمستوى ده من البشر. هو كان
قارئ جيد جدا، وكان بيكتب شعر، وكان مثقف كبير، كان عنده مكتبة كبيرة جدا فيها كتب من كل حاجة، من الدين للمسرحيات العالمية، للروايات العالمية، للحاجات المصرية، للكتب اللي فيها نقد أدبي. يعني المكتبة كانت شيء فوق الخيال بالكم ونوعية الكتب اللي كانت موجودة، وعمره ما خب يعني الكتب اللي فيها أي حاجة خارجة عن النص اللي بالنسبة ليه دلوقتي الواحد ممكن يعمل تقييم أو بتاع، كان كله، فما كانش فيه ممنوع، وبالتالي ما كانش يبقى فيه كل ممنوع مرغوب. ومع ذلك أنا لما اخترت أقرأ ما كنتش بختار الكتب اللي كان مثلا زي ألف ليلة وليلة، وزي الحاجات اللي فيها بتتكلم على حاجات ممكن تبقى أكبر من سن أي حد، أو الأهالي ممكن يخافوا على أولادهم منها. من الحاجات اللي ما انساهاش لي انه وانا من وانا صغيره انا بحب القرايه، وهو معلمني القرايه وبكتب، وعايزه ابقى صحفيه، وعايزه ابقى مذيعه، وعايزه ابقى وعايزه ابقى ف وكنت بمثل، وكنت في قصر الثقافه، وبحب جدا المجلات اللي بتصدر من قصر الثقافه، وعندنا شاعر في كفر الشيخ رائع اسمه محمد الشهاوي كنت بحبه جدا، عندنا فنانين تشكيليين، عندنا مبدعين كتير جدا من كفر الشيخ وقصر الثقافة، ده كان شيء رائع، بس شيء ما كانش معتاد ان الناس او البنات تروحوا، فكان اعتراض العيلة كبير، هو اللي كان ساندني في قصة ان انا بكتب وبقرأ وبقول شعر وفي المدرسة وبطلع الأولى وباخد جوائز في الشعر وفي الخطابة وفي حاجات كتير جدا، وبعمل المدرسة طابور المدرسة الصبح والإذاعة المدرسية الصبح وكل الحاجات دي، وباخد جوائز لدرجة ان في مثلا جرايد ومجلات بدأت تكتب عني لان كنت صغيرة جدا، وباخد جوائز ميسا مثلا كان جورنان جماهيري كبير جدا في المحافظات فكتب عني موضوع كبير بصورة، فكان يعني وانا كنت لسه صغيرة جدا، فكانت دي حاجة كبيرة. واعتقد ان انا وكنت في فرقة كفر الشيخ المسرحية وكنت بمثل وكنت باخد جوائز كممثلة أولى، وأعتقد في لجنة من اللجان كان فيها الأستاذة إقبال بركة الصحفية الكبيرة، وهي كانت وقتها راحت حوا وكانت رئيسة التحرير حوا، فعملت لي غلاف وخلتني اتصورت عند أستاذ عادل مبارز، وهو كان مصور النجوم وأنا بقى عيلة صغيرة، وينزل لي غلاف و و و وبدأ بقى فكرة إيه، طب ادخلي معهد فنون مسرحية بقى عشان تمثلي و فهو قال لي أنا معترض بس مش هفرض رأيي عليكي، انت لسه صغيرة جدا ان انت تختاري انت عايزة تعملي ايه، انت بتحبي تكتبي وعايزة تبقي مذيعة، فلو حبيت ان انت تركزي في ده الى جانب الدراسة، لكن فكرة ان انت تدرسي ده لما تخلصي الكلية وحبيتي تدرسي تدخلي بعد كده معهد فنون مسرحية وده كان رأيك وكنت نضجتي واخترتي، ف انا تمام معاكي مش هعترض، لكن انا دلوقتي انا بقول لك لا. بس هو كان بيقول لا مش بفرض ان هو لا يعني لا وتعنيف لا لا خالص. وجات لي الفرصه بعد كده ان انا دخلت فعلا الاذاعه من وانا لسه بدرس، وبعد كده وفي روزا اليوسف، ولما خلصت الكليه ما اخترتش ان انا ادخل معهد فنون مسرحيه، واخترت ان انا ادرس في معهد النقد الفني، ادرس الفن بس ادرس بشكل نقدي، ورفضت خالص فكرة التمثيل. فهو كان يعني مش فرض ولا عقاب، صحيح هو يعني توفى وانا لسه في اولى جامعة، بس يعني كنت عملت يعني كان هو اخد معايا الموقف ده اللي هو خلاني دخلت الكلية ونسيت فكرة فنون مسرحية، بس كان في الخلفية ان انا لما هخلص هدخل معهد فنون مسرحية. بس لما خلصت لقيتني لا مش عايزة، انا لقيت نفسي عشان خاطر هو كان لا لقيت نفسي في الصحافة، ولقيت هو صح ان انت لما بتنضجي بتختاري صح، فلقيت نفسي في الكتابة، لقيت نفسي في الإذاعة، ولقيت نفسي عايزة ادرس الفن لان انا بحبه، فتدرس بشكل نقدي. بصي النوعية دي من نوعية الآباء اللي هم بيبقوا عندهم وعي وثقافة، بيعرفوا ازاي يعملوا الولاد من غير عنف. احمد بيقول لك احنا مستعدين تحتفلوا بعيد الاب بس بشرط ما احنا ما ندفعش التكلفة. لا يا سيدي، احنا هنحتفل بعيد الاب
بتكلفتنا احنا، يعني احنا بعد كده لما نيجي نحتفل بعيد يعني الاب مش هم اللي يدفعوا حق اللي يعني لما نجيب له هديه نبقى نجيب الهديه لابهاتنا من فلوسنا، مش ناخد من ابهاتنا عشان نروح نجيب لهم هديه، فاهمه؟ ان انا لا مش انا والله وانتي، انا لا كنت هو بنتكلم لا عموما انا كنت بحوش علشان اجيب له هديه، ما كنتش باخد منه فلوس عشان اجيب له هديه. انا كنت هديه اكيد بحوش منه طبعا. لا بس انا على فكره كنت باخد جواز وكنت باخد بكسب فلوس، يعني كنت باخد شيكات بروح اصرفها، يعني كان أنا وانا صغيره كان بيبقى معايا فلوس. انا هقول لك على حاجه، قيمه الجواز اللي انا باخدها أنا فكان عندي مستقله. انا بقى عمري ما جبت لابويا هديه، ليه؟ لان طول الوقت كنا حاسين ان احنا الهدايا بتاعته، يعني احنا بكل بلاوينا احنا احلى هديه، احنا احلى هديه. فهو طول الوقت يعني الفكرة الهدايا. ماما الله يرحم أبهاتنا ويخلي أبهاتكم والموجودين معاكم وخلوا بالكم منهم، لأن بجد بجد في الآخر خالص الدرس المفروض كلنا نبقى حافظينه إن العلاقة بين بابا وماما حاجة، والعلاقة بينك وبين أبوكي أو بينك وبين أبوك حاجة تانية. وصدقني وجود الأب في حياتنا هو حيطة اسمنت، بلوك اسمنت كده، هو بلوك اسمنت كده ما ينفعش يتكسر. فدايما حافظ، دايما استغل الوقت اللي ابوكم موجود فيه، لان هو ده الحيطه الكبيره، هتتعلموا منهم حاجات كتيره جدا. حبهم وحنوا عليهم لان هم بيبقوا محتاجين جدا ان حد، لو البنات طبطبي على بابا، خشي في حضنه قولي له بحبك، قولي له ربنا يخليك ليا، لان هو بيبقى مكسوف، الاب بيبقى مكسوف يطلب الحاجه اللي زي الام ما بتطلبها. يعني الام تقف لك حطك ايدك في ايدها في وسطك وتقول لك ايه انت قالت انت، حتى ما بيجيش تطبطبي عليا، او تقول لابنها انت ما بوستيش، او تقول لابن انا امك تعمل في. الام قادره على ان هي تحاول تدغدغ مشاعرنا، الاب بيحس ان هو شويه كبير عليه ان هو نقول له وحشتني اخبارك ايه، بس اعملوا كده قبل فوات الاوان، لان ساعتها هتستمتعوا جدا برد الفعل. اللي عنده اب فعلا يعمل كل الحاجات الحلوه، هذا الاب يبوس ايده ويبوس راسه ويبوس، تبوسي ايديه تبوسي راسه وتقولي له كل الكلام الحلو وتعملي له كل المواقف الحلوه وكل الدلع اللي في الدنيا. واللي رحلوا نقرا لهم الفاتحه، الف رحمه ونور لمن غابوا بالاجساد ولكنهم باقين بكل التفاصيل.